السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في الفيديو هذا ان شاء الله اللي فيديو مهم ومهم بزاف. غادي نبارطاجي معكم واحد ربعه ديال النقاط اللي شوف هاد ربعه النقاط هادو ديرهم اخويا، قيدهم، جيب ورقه وسيلو قيدهم. غادي نخلي النقطه الرابعه اللي غادي نخليها اللي هي اللي مهم ومهمه بزاف، غادي نخليها ان شاء الله في المرتبه الرابعه. اللي هاد ربعه النقاط ربلا بهم، شي تخصك غير واحده من هاد الربعه هادو وانسى، هز شكارتك وسير في حالاتك. شفتي العنوان ديال الفيديو ما فهمتي والو، تعلم كيفاش تعلم من دار. غادي نبسطوها اخويا. انا عارف بزاف ديال الاخوان كيبغي يتعلم اللغه، كاين كيتواصل معايا الناس باغيين يتعلموا اللغه، باغيين يتعلموا شي سكيل جديده. الناس اللي يلاه باغي تبدا تطور من راسها، سواء تختص في مجال مثلا ديال التصوير او المجال ديال الانفورماتيك ولا المجال ديال الفيديو. كاين بزاف المجالات، كل واحد وباغي يتعلم واحد المجال. علاش باغي تتعلم ليه؟ غادي ندويو في النقطه الاول. النقطه الاولى خاصك تحط اخويا هي تحط الهدف ديالك. شوف كاينين واحد النقاط اللي مزيانين بزاف، الاخوان تيقول لك لا شوف خاصك تكون عندك الرغبه والعزيمه والاراده. لا خويا، كنقول لك خاصك تكون عندك النقطه الاولى هو الهدف ديالك. ناخذ اكزامبل، مثلا انت يا خويا او اختي، الفيديوهات هادو موجهه للطرفين بجوج. نقولوا مثلا باغي تتعلم شي لغه معينه، الشينويه، لونغلي، الالمانيه، الفرنسي، خاصك تكون واحد الهدف ديالك. مثلا باغي تتعلم الالمانيه، الهدف ديالك علاش غادي تتعلم الالمانيه؟ حيتاش باغي تمشي لالمانيا. الهدف ديالك علاش باغي تتعلم الانجليزيه؟ حيتاش باغي تسافر، باغي تدوي مع الناس. سواء غادي تمشي للبلاد اللي غادي يدوي فيها اخويا بالانجليزيه، سواء باغي تحسن من المستوى ديالك نتايا وتولي. المهم خاص يكون عندك واحد الهدف ديالك. باغي تتعلم البرمجه كذلك، علاش باغي تتعلم برمجه؟ ماشي باغي تتعلم ليها غير هكاك حيت عزيز عليك. لا خويا، باغي تتعلم ليها باش تخدم منها من بعد وتصور منها مصاريف. يعني النقطه الاولى هي الهدف ديالك، خاصك تكون محدد. قيد اخويا، جيب لي ورقه وسيرو قيد لي هادشي. غادي نخلي النقطة الرابعة اللي غادي نخليها اللي هي اللي مهمة ومهمة بزاف، غادي نخليها ان شاء الله في المرتبة الرابعة. عندك النقطة الثانية اخويا هي الانضباط. كيتواصلوا معايا بزاف ديال الاخوان، خويا فتح بدينا كنتعلموا الالمانية ولكني ما قدرتش نكمل. خويا فتح ما يلا بديت وحسيت براسي فشلت كذا. خويا اللغة ما كتعلمش في نهار ولا جوج، اللغة كتعلم مع الممارسة. واليوم غدا اليوم كتسمع هاد الكلمة، غدا كتنطق هاد الكلمة عوجال، الغد ليك تعاود تقاد هاد الصحاحة، من بعد كتولي تقول عوض ما تقول كلمة كتولي تقول جوج كلمات، كتولي تقول جملة. يعني اللغة كتكتسب بشوية بشوية. اللي بغيت نقول لك النقطة الثانية خاصك تكون اخويا هي الانضباط. خاصك تعطي راسك الوقت، تعطي راسك الوقت. بزاف فينا ما كيعطيوش راسهم الوقت. كيفاش بغيت تتعلم بالزربة؟ راه ما كاينش شي حاجة. شوف أي حاجة كديرها بالزربة في أي حاجة كانت راه غادي طيح بالزربة. راه ما كاينش شي حاجة اخويا. راه الساس إلا بغيتي تبني الدار كتبني اخويا الساس، خاصك يكون الساس كتبني بشوية بشوية. علاش؟ تخلي حتى كينشف عادة كتلوح عليه الضالة وأنت غادي. المهم النقطة الثانية هي الانضباط اخويا. هذا باش غادي نجيو النقطة الثالثة. النقطة الثالثة اللي هي الرغبة. كاين بزاف الإخوان اللي كيخلطوا الرغبة مع الهدف ديالك. لا، الرغبة بوحدها والهدف بوحدو. النقطة الثالثة كتجي هي الرغبة، ملي كتكون عندك ديك الساعة الرغبة والعزيمة، ديك الساعة كتكمل في ديك الطريق ديالك. باش غادي نجيو النقطة الرابعة. أنا عارف هذا الفيديو هذا صراحة اللي بغيت نوصل لكم من هذا الفيديو هذا هو بأنك تقدر تتعلم أي حاجة من دارك. ملي غادي تتعلمها، يعني ملي كنقولوا من دارك غادي تتعلمها من الإنترنت. يعني شنو غادي يحتاج؟ غتحتاج الإنترنت. عارف غادي نجيو بزاف الاخوان غادي يقول خويا هي عندي الانترنت ولكني كندخل اليوتيوب كنلقاه هنايا مخربق هنا مخربق. غادي نبارطاجي معاك ان شاء الله واحد ثلاثه ولا اربعه ديال المنصات اللي طاحوا لي دابا في بالي. نبارطاجي معاك. شوف هاد المنصات هادو بس زوينين، كتبدا من الاول كيمشيو معاك من الاول حتى الاخر، كتعرف راسك انت فين واصل. انت في الاول كتوصل للناس كتبقى عاقل على فين وصلتي. عارف متفق معاكم في يوتيوب تاهو كتقدر تلقى بزاف ديال يعني على حساب انت شنو هو داكشي اللي بغيتي تتعلم ليه. وينك تلقى كيبدا لك اليوم درس من هنا غدا درس من هنا، وكتخربق انت وفيديو كيديك الفيديو هذا. علاش؟ سير اخويا لهاد المنصات هادو اللي غادي نبارطاجي معاك انايا ان شاء الله. وكنتمنى من الاخوان اللي عارفين، يعني الا كنتو عارفين نتوما منصات اخرين بارطاجيهم مع الاخوان باش كلشي يستافد. نبقاو في المقوله ديالنا ديال الخير العمر قصير. ولا كنتي جديد معايا في لاشين مرحبا بك اخويا، شارك في لاشين. شوف غادي تبان لك واحد ابوني بالاحمر وراك على تولي كري، وراك على داك زر الجرس باش ما يتزقل عليك حتى شي فيديو ان شاء الله. ولا عجبك هذا الفيديو هذا وبغيتي نستمروا في هذه الفيديوهات بحال هكا مره مره، نبارطاجي معكم هذه لي زانفورماسيون اللي عندي انايا، لان صراحه ما كاينلاش نخبيهم ونبقاو عندي غير بوحدي. كلشي بارطاجي مع شي كلشي استافد. خلي لي شي تعليق اخويا ولا دير شي لايك ولا شي حاجه الا شفت الفيديو بحال هذا. كي يعني اش غادي نقول لك، الا شفت بحال هذه الفيديوهات هذو فيهم التفاعل غادي نكمل ان شاء الله في هذه الفيديوهات هذو ونبارطاجي معكم لي زانفورماسيون. طولت عليكم بزاف وبزاف الاخوان كيتسناو هذه المنصات هذو اللي بغيت نبارطاجي معكم. عندك المنصه الاولى اخويا هي ديال يودومي. هاد المنصة هادا اخوان شوف راه غادي تلقى فيها أي حاجة بغيتي. ملي كنقولو أي حاجة، التصوير، المونتاج، الانفورماتيك، شوف اللغات، دخل هاد اليودومي هادي وبخشيش. كاين الكراتوي وكاين الفلوس اخويا بطبيعة الحال. في ليسيت كاملين يعني في الانترنت تلقى الكراتوي وتلقى الفلوس. إذا عندك فلوس راه مزيانة،
حيتاش علاش كاين فينا واحد النوع اللي حتى كيخلص رزقه هذا كيتعلم اخويا، كاين واحد النوع اللي كيكون منضبط هو تيقول صافي العام هذا بغيت نتعلم هادي وهادي، يعني كيبقى منضبط. هذا علاش كاين يودومي اخويا هي المنصه الاولى. عندك المنصه الثانيه هي ديال ليندا، حتى هي راه زوينه وغادي تلقاو فيها بزاف الحوايج اللي غاديين ينفعوكم صراحه. المنصه الثالثه هي ديال كورسيرا. هاد كورسيرا هي صراحه راه زوينه وفيها بزاف ديال يعني بزاف ديال الدروس غادي تقدر تستافدوا منها. غير هو اللي قلت لكم الاخوان يعني خاص تكون منضبط، ماشي تبدا اليوم هنايا وتمشي واحد السيمانه عاوتاني عا باش ترجع تقرا واحد الخمسه دقائق. ما تنقولش لك انا بقى ساد على راسك وقرا قرا قرا، لا اخويا دير واحد الوقيته مثلا واحد الساعه في النهار ولا ساعتين في النهار، وعطي راسك الوقت اخويا وقول من هنا لواحد 6 شهور غادي نشوف راسي فين وصلت. ولاني شنو هو الشيء اللي في اي دومين ملي غادي تتعلم هذا الشيء وغادي تاخذ واحد المعرفه اللي غادي تكون بين قوسين معرفه سطحيه، ملي غادي تجي تتعلم اخويا خاصك البراتيك. البراتيك هو مناش كتعلم اي حاجه كانت، اللهم كان البراتيك اخويا لا تعلمت. غير شحال واحد كتلقى قاري في الجامعه، ملي كتقرا في الجامعه كتمشي اخويا للشركه حاجه اخرى، اولا كتلقى قاري في السونتر، مازال السونتر كيكون بعد المهن اللي كتكون شويه فيه البراتيك، كتمشي البراتيك كتلقى شي شركه كتلقى راسك انت ما عارف والو. المهم كنقول لكم شنو هو كاين، لان هادشي بالتجارب اخوان كندوي بالتجربه، حنا ما كندويوش غير هباء منثورا. ملي كتخدم داكشي اللي كتقرا اخويا، ملي كتمشي للشركه وكتخدم كتلقى عالم اخر، يعني البراتيك اخويا هو اللي غادي يعلمك، سواء في اللغه خاصك تبراتيكيها، سواء في البروغراماسيون، سواء باغي دير فيديو، سواء باغي تصور. لا شفتو الفيديوهات ديالي الاولين يعني ما كنتش كنعرف والو، انا ما كنتش كنعرف هذيك السيرور ديال الكاميرا، شعل الكاميرا وبقى طارق الفيديو وبقى كتهضر صافي. المهم حتى الطريقه كيفاش نهار على نهار نهار على نهار كتعلم وكتزيد تحسن في المستوى، كتحسن سواء الكاليتي ديال الصوت ولا ديال الصوره، ممكن تزيد تحسن انت راسك راسك وانت غادي. وحنا بشويه بشويه الواحد كيتعلم، غير هو خاص تكون اخويا منضبط وتبقى ديما تبراتيكي. كنتمنى تكون استفدتي معايا في الفيديو هذا، استفدتي ما تبقاش عليه بواحد الزر لايك، وخلي لي شي كومونتير، نشوفكم في فيديو جاي. السلام عليكم.